قال مصر مسؤول في وزارة الداخلية إن هجوما إرهابيا بسيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدف مطبخا تابع لقوات الحزام الأمني في منطقة درين بمديرية الشيخ عثمان شمال العاصمة المؤقتة عدن. وأضاف المصدر أن الهجوم الإرهابي أسفر عن سقوط 3 شهداء ونحو 35 جريح بينهم طفل وإصابتهم متفاوتة، مشيرا إلى أن الانفجار تسبب بأضرار مادية في المباني المجاورة. لقي عدد من مسلحي ميليشيات الحوثي مصرعهم وجرح آخرون في تصدي قوات لواء 83 مدفعية ولواء 4 احتياط الاستقبال سابقا لهجوم شنته ميليشيات الحوثي على مواقع الجيش في جبهة مريس شمال الضالع. وقالت مصادر ميدانية أن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش الوطني والميليشيات في المحور الشمالي استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة، فيما شنت مدفعية الجيش قصفا عنيف استهدف مواقع وتجمعات الميليشيات في العرفاف. تمكنت قوات الجيش والمقاومة من كسر هجوم شنته ميليشيات الحوثي الإنقلابية على مواقعها في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء وسط البلاد. وقالت مصادر محلية أن هجوما شنته ميليشيات الحوثي الإنقلابية على مواقع قوات الجيش والمقاومة في محيط جبال الحمراء وصوران بمديرية ناطع الشرق البيضاء. وأكدت المصادر أن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من كسر هجوم الميليشيات وأوقعوا قتلى وجرحى بصفوفها، كما غنموا أسلحتها وأجبروها على التراجع من محيط صوران والحمراء غرب ناطع. ذكر مصدر عسكري إن قوات الجيش الوطني تمكنت من قتل وجرح عدد من عناصر ميليشيات الحوثية وأسر آخر أثناء قيام مجموعة منهم بمحاولة سحب جثث حوثية سقطت مؤخرا بجبهة ميدي. وتمكنت قوات الجيش الوطني من أسر أحد العناصر المتسللة وقتل وجرح عدد آخر، فيما لذت بقية المجموعة بالفرار. وأضاف أن الميليشيات الحوثية خسرت عشرات القتلى والجرحى خلال الأيام الماضية في كل من جبهتي حرض وميدي إثر هجوم فاشل نفذه الإنقلابيون على مواقع الجيش الوطني جنوب ميدي، فضلا عن القصف الجوي والمدفعي المتواصل على مواقع المتمردين في الجبهتين. شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات الميليشيات الحوثية الإنقلابية في مناطق متفرقة بمحافظة الجوف. وقال مصدر عسكري إن مقاتلات التحالف العربي نفذت 9 غارات جوية تركزت معظمها على جبهة الساقية بمديرية المصلوب وجبهة حام بمديرية المتون. وأضاف المصدر إن الغارات الجوية استهدفت مواقع الميليشيا وتجمعاتهم بجبال سلسلة حام واستهدفت آلية عسكرية تابعة للميليشيات في بوابة معسكر حام بالجوف، واستهدفت تجمعات وأطقم عسكرية بجبهة الساقية بمديرية المصلوب.